السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته البنات، غادي نكمل معكم الدروس. دابا وصلنا الدرس 10 إن شاء الله الرحمن الرحيمين، هو هذا. غادي نبدأ على بركة الله. نبدأ غنمشيو بالسلسلة، ومنين نكونوا راجعين غنخدمو نطلعو بالحرية بهاد المربع هذا، نديرو عرش هذا من فوق، غادي نديرو هاد المربع هذا وغادي نديرو هاد العرش هذا من فوق. نبداو بسم الله. غنمشي بالسلسلة حتى لهنايا ونرجع. دابا كملت السلسلة، غادي نرجع في السلسلة كنضرب الضربة الأولى الثانية والثالثة، كنجي لهنايا غنطلع بالعرش من فوق هذا المربع هذا. وليني ما غاديش نطلع دابا من هنايا باش ما نوتركمش، غنجي حتى ندور على هذا المربع، ومنين نكون راجع عاد نطلع. صافي دابا تشكل لينا مربع، ايوا فاش نخرج لهنايا ما عادش نخرج لهنا، غنطلع ضربة وغنجي لهنايا صافي، خارجة من البلاصة
منين خرجت نطلع بالضربة صافي كنرجع في نفس البلاصه مين خرجت نتقف الخيط ندير هاد السنينة باش ندير تاني هاد المربع ديال العرش فوق المربع ما كنطلعوش بهذيك الشريطه حتى نكونوا راجعين هذا باش نديروا هاد العريش من فوق انا راه في الخدمه كنخدم ديريكت كنجي من هنا وكنطلع وكندير العرش وكنرجع هذا باش كنجي من هنا غير ما بغيتش نوتركم وقلت نمشي معكم هكا احسن باش يبان في دابا كنطلعو
نضربو تاني الاولى والثانيه حتى كنديرو هاديك السنينه. هاد الخيط هذا ما خصوش يبان. هاد المربعات غادي ان شاء الله تما غادي نوريكم التعمار ديالهم كيفاش تعمروهم. هادو ولا هادو صافي كنرجعو في نفس البلاصه من هنا كنخرجو كنطلعو. دابا كنديرو هاد العريش
كنرجع في نفس البلاصة. كنطلع وكندير هاد زائد صافي. دابا كنرجعو في البلاصة لي دزنا منها هاد الخويط، مخصوش يبان. كندير تاني السنين هنايا، حيت في هذا الدرس كنت بغيت نشرح لكم الساعه كنمشى ليا الصوت. نتمنى نكون شرحت لكم. هنا غنزيد غير واحد العرشة اخرى هنايا، ندير تاني المربع. درنا الاولى والثانية والثالثة وغنطلع. أول مربع غنرجع نطلع ندير هاد العرش هذا. من بعد نطلع ندير هاد زائد صافي. دابا غنصيبي هاد السنينة هادي
هذا هو الشكل النهائي تاعهم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.